السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اكتشف سر شبابه. رجل عمره 53 عام ويبدو في سن 25. كشف رجل هولندي عمره 53 عام ويبدو في سن 25 كيف تمكن من الظهور بمظهر أصغر من العمر الحقيقي. ونقلت المجلات أن إديسون برانداو القول إنه لم يلجأ أبدا إلى الجراحة التجميلية، ويعتبر سر الشباب الدائم التغذية الصحيحة والعناية بالبشرة والتفكير الإيجابي، وأضاف غالبا ما يصاب الناس بالصدمة عندما يكتشفون أنني أبلغ من العمر 53 عام، جميعهم يعتقدون أنني في 25. ويمارس الرجل يوميا تمارين رياضية قاسية، ولا يأكل السكر ولا الأطعمة المعلبة ولا المقلية ولا يدخن أو يتعاطى المخدرات، وقال: الآن أشعر نفسي كما عندما كنت في سن أقل من 30 من عمري، أشعر بنفس الطاقة التي كانت لدي من قبل. يبقى احنا عرفنا دلوقتي سبب شباب الرجل ده. اولا مفيش طاقة سلبية، ودي اللي عندنا كلنا، يعني احنا عايزين نبقى زيه مش هينفع، لان المصريين دايما عندهم طاقة سلبية، يعني يقعدوا يحبطوا في الواحد ويحبطوا في نفسهم. ليه؟ انا مش عارفة. لازم يبقى عندنا طاقة ايجابية. الكون مش هيتعدل، يعني هنروح وهنيجي، الكون مش هيتعدل، فخلينا كده ماشيين بالطاقة الإيجابية، تنبعث على اللي حوالينا بدل ما احنا بنبعث الطاقة السلبية دايما. والتغذية نبعد عن الفاست فود، ونطبخ في بيوتنا أكلة حلوة كده صحية سليمة بدل الفاست فود والأكلات السريعة. والتدخين نبعد عن التدخين. كل اللي احنا بنعمله والعادات السيئة اللي احنا بنعملها ضد اللي بيعمله الراجل ده. حتى الرياضة بننساها خالص وبنتكاسل عنها. فعايزين نبقى في نص سننا نعمل زيه. أول حاجة نعملها الطاقة الإيجابية، الطاقة الإيجابية، لأن كل الشعب المصري عنده طاقة سلبية رهيبة، مش عارفة ليه. يا أخوانا كل واحد بياخد رزق، ومحدش بياخد رزق أحد، وكل واحد واخد 24 قراض بتوعه، بياخدهم في الصحة، بياخدهم في الستر، بياخدهم في راحة البال، بياخدهم في الأولاد، بياخدهم في النجاح، بياخدهم في أي مكان. بص حواليك هتلاقي نفسك واخد 24 قراض بتوعك زيك زي غيرك. فلازم القناعة القناعة القناعة، نبقى دايما ايه مطمئنين عشان نعيش في سلام وفي صحة، ونبقى زي الراجل ده، نبقى في نص سننا. ويلا خليكم ايجابيين دايما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.